مساء الخير، اهلا بحضراتكم معانا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجنا شؤون عربيه. وبالتاكيد وكالمعتاد مقاربات من كثير من الاحداث اللي بتشهدها ملفات عربيه مختلفه، لم يكد العام الجديد يبدا الا وبالتاكيد بدوريها ايضا هناك كثير من التطورات اللي بتحصل في ملفات عربيه ساخنه من ليبيا وتونس وسوريا، وربما حيكون في وقفه حواريه ايضا هنسلط من خلالها الضوء على التطورات في الشأن الفلسطيني ما بين تعويلات وربما تهوينات مما سوف يكون عليه مؤتمر باريس من أجل ربما الجديد الذي يبنى عليه إيجابا وإحداث نقطة تحول حقيقية لحل الدولتين. معكم في شؤون عربية، ونبدأ مع حضراتكم كالمعتاد مع نشرتنا العربية. وأول أخبرنا عن دعوة روسيا فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى محادثات السلام حول سوريا المقرر عقدها في أستانا بكازاخستان في 23 من الشهر الجاري. وفي ذات الوقت تعقد مباحثات روسية صينية غير معلنة بهذا الشأن. من ناحية أخرى، توصلت الحكومة السورية وفصائل المعارضة بشكل شبه نهائي إلى اتفاق مصالحة في منطقة وادي بردة بريف دمشق. معنا المزيد من المتابعة سيد محي الدين اللاذقاني من لندن، الكاتب والمفكر السياسي. مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك دكتور محي. بعد تحية، يعني بالتأكيد هناك كثير من المعطيات البعض يعول عليها في أن تحدث نقطة تحول حقيقية في الملف السوري، قيادة جديدة في الولايات المتحدة. هناك أيضا ما تابعناه من دعوة روسيا لفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى محادثات السلام حول سوريا، وتساؤلات أيضا حول ما يمكن أن تثمر عنه المباحثات الروسية الصينية غير المعلنة بهذا الشأن. ماذا تقولون؟ أولا دعيني الحقيقة فقط أصحح معلومة فيما يتعلق بوادي بردة. يبدو أن الأمور عادت إلى الاضطراب، لأن عناصر من حزب الله قاموا قبل قليل باغتيال اللواء المتقاعد أحمد الغضبان الذي كان يفاوض رجال النظام والروس نيابة عن أهل وادي بردة. ومن شأن حادث من هذا النوع أن يعيد خلط الأوراق كاملة بالرغم من التقدم الذي قيل أنه حدث بخصوص الهدنة. فيما يتعلق بتحضيرات الأستانة، الروس الواضح من خطتهم أنهم تماما يريدون عزل الجانب الأمريكي، ودعوة الجنرال فلين الذي اختاره ترامب للدفاع والاستخبارات هي دعوة من دعوات المجاملة، لأنه يعقد المؤتمر في الأسبوع المقبل وأوباما ما يزال في الإدارة. الذي حصل أنهم السفير الروسي في واشنطن اتصل بالجنرال فلين، وعمليا يعني حتى لو حضر لن يكون أكثر من رقم مراقب. نعم. المحادثات الروسية الصينية غير المعلنة تعيد إلى الأذهان الفيتو الروسي الصيني في وقت سابق أمام تفعيل هدنة إنسانية في حلب. يعني هل يكون الموقف الروسي والصيني مغايرا للموقف الأمريكي الذي استبق أستانا بتثمين وتأكيد الدعم لما سوف تشهده هذه المدينة الكازاخستانية من محادثات حول سوريا؟ يعني حتى نكون أيضا واضحين مع أنفسنا، مشكلة أو أزمة بهذا الحجم لا يمكن أن تحل إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي وتحت الفصل السابع، وهذا لا تستطيع دولة لوحدها طالما أن هناك خمس دول تمتلك حق الفيتو. بالتالي إن لم يتم اتفاق روسي صيني أمريكي بريطاني فرنسي مع كل الدول التي تمتلك حق الفيتو، فلن يكون هناك إمكانية لأي حل. أي حل أيضا يستدعي وجود قوات دولية للفصل بين المتحاربين، وهذه لا يمكن أن تأتي وتنشأ إلا أيضا تحت قرار تحت الفصل السابع. فيما يتعلق بالتنسيق الروسي الصيني كان موجودا منذ بداية الأزمة السورية. نعم. يعني روسيا خمس مرات استخدمت الفيتو، أربع مرات كانت الصين معها في هذا الاستخدام.
الآن يريدون إخراج أيضا تركيا من حلف الناتو وتوجيهها إلى التحالف البريكس والذي فيه الدول بشرق آسيا والبرازيل وبعض الدول الأخرى التي تحاول أن تقيم قوة موازية. الذي يحصل الآن أن أوروبا ضائعة أيضا مع قدوم ترامب، لأنه وكما صرح أكثر من مرة يريد أن تدفع أوروبا معظم تكاليف الناتو، وأيضا يريد من القوى الإقليمية كدول الخليج أيضا أن تساهم فيما يسميه حماية أمريكا. بالتأكيد هناك حالة من الترقب وربما توجس لما سوف تكون عليه توجهات رئيس الجمهورية المنتخب دونالد ترامب. ويعني حديثا عن المحادثات في كازاخستان، هناك أنباء أيضا عن مشاركة المعارضة في هذه المحادثات في أستانا، أيضا ما بين من يثمن ومن يهون من هذه المشاركة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محي الدين اللاذقاني، الكاتب والمفكر السياسي، متداخلا معنا من العاصمة البريطانية لندن. أكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اللواء سعد الجمال دعم مصر للعراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ودعم جهود المصالحة الوطنية لتشمل كافة مكونات شعب العراق. جاء ذلك في مؤتمر حوار بغداد الذي عقد في مقر مجلس النواب العراقي من أجل التوصل إلى رؤى وصياغات مناسبة لمستقبل العراق ما بعد تنظيم داعش، وذلك بمشاركة وفود من مصر وسوريا والأردن وإيران ولبنان. تحيي تونس اليوم ذكرى 6 للثورة التونسية، وذلك وسط أمال في أن تستكمل مسارها الديمقراطي، خاصة وأنها بالفعل تعاني من أزمات اقتصادية ومالية طاحنة، ربما كانت أيضا وراء بعض التظاهرات ذات الخلفية الاقتصادية التي شهدتها تونس في الأيام الأخيرة، وذلك مرتبط بالتأكيد بتردي الأوضاع الاجتماعية أيضا في البلاد. نتابع المزيد. بعد 6 أعوام ووسط تفاؤل مشوب بالحذر، تأتي ذكرى ثورة الياسمين التونسية مستكملة مسارها الديمقراطي للمرور إلى الأمام بين أشواك ومحاولات الثورة المضادة التي تعمل على إعادة رموز النظام السابق إلى الحكم. وربما يجمع التونسيون على أنهم لم يحصدوا بعد ثمار ثورتهم، مؤكدين أن تجاذبات السياسيين وإخفاقاتهم تقف وراء تعطل مسارها. ويؤكد البعض أن إدرام محمد البوعزيزي النار في جسده في قلب مدينة سيدي بوزيد عام 2010 فتح مسارا جديدا من النضال والتضحيات من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. فلم يكن تعبير البوعزيزي عن غضبه من معاناة البطالة شأنا فرديا، بل أشعل ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي بعد 27 يوما فقط من اندلاعها. فقد فجر البوعزيزي غضب الشارع التونسي الرافضي لتردي أوضاع بلاده التي يعاني شعبها من غياب العدالة وتفاقم الفساد داخل نظام الحكم، ذلك فضلا عن كبت الحريات وحقوق الإنسان. وبرغم مرور 6 أعوام على اندلاع الثورة التونسية، لا يزال التونسيون ينتظرون ثمار ثورتهم من خلال تحقيق الوعود العديدة من السياسيين التي لم يتحقق منها حتى الآن إلا القليل، في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد. بعد 6 سنوات سؤال يطرح نفسه بقوة، هل جنت الثورة التونسية ثمارها، وهل انطفأت جذوتها أو الشرارات التي سببت هذه الثورة منذ 6 سنوات؟ سؤال نطرحه بدورنا على الأستاذ كمال بن يونس الإعلامي التونسي، تحية لك. مرحبا لك وتحية لكل الجمهور العزيز. أهلا بحضرتك. يعني طبعا من الناحية السياسية
وحتى في المجال الاجتماعي والاقتصادي هناك خطوات كبيرة إلى الأمام. طبعا النخبة السياسية تركز على أن الإصلاحات والنجاحات كانت أساسا تحقيق التوافق السياسي لأول مرة، إنهاء هيمنة حزب حاكم واحد على الحياة السياسية، وتأكيد التوافق بين مجموعة من الأحزاب والطيارات بما في ذلك الأحزاب التي تفوز فقط ببضعة ألاف من الأصوات. حصل هذا في الحكومة الأولى قبل الانتخابات ثم في سلسلة الانتخابات التي وقعت. لكن الشباب، شباب الانتفاضة الاجتماعية التي تطورت إلى ما يصفه البعض بالثورة أو بالثورة السياسية، لا زال متمسكا بالإصلاحات الاجتماعية وبالتشغيل. لذلك فإن الاحتجاجات تواصلت اليوم بالذات وخلال الأيام الماضية في محافظة سيدي بوزيد وفي الحدود التونسية الليبية في الجنوب وفي بعض المناطق المهمشة. فالنجاح نسبي سياسيا، هناك تعثر اجتماعي اقتصادي له عوامل كثيرة من بينها الوضع المتأزم في ليبيا. الاحتجاجات كما تبعنا هي ذات خلفية اقتصادية ومالية وبالتأكيد اجتماعية، يعني ما الذي ينقص تونس بعد الثورة في هذه المرحلة؟ يعني طبعا نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات، تونس اليوم هي في الحكومة السابعة بعد سقوط الرئيس عبد بن علي وفريقه، هناك عدم استقرار. هذا عطل إنجاز كثير من المشاريع التنموية، رغم المليارات التي رصدت لتنمية المناطق المهمشة وإحداث مراكز شغل، فحالة عدم الاستقرار السياسي أثرت سلبا على مشاكل التنمية. طبعا كذلك هناك صراعات سياسية، هناك كذلك الأزمة الليبية التي كانت أعباؤها كثيرة على تونس، حوالي مليون لاجئ أو مهاجر في البداية مهاجرين سلميين، وفيما بعد هناك تخوفات من أن بعضهم قد يكون له علاقة بالإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات. ثم الأزمة الاقتصادية في ليبيا والسياسية والأمنية في ليبيا كلفت محافظات الجنوب التونسي خسائر كبيرة، لأن هناك عشرات الألاف من التونسيين والتونسيات كانوا إما يشتغلون في ليبيا أو لديهم مبادلات تجارية قانونية وغير قانونية مع ليبيا وتوفر لهم وللدولة موارد رزق، فهناك خسائر. كذلك الضربات التي وجهت للسياحة بسبب بعض الثغرات الأمنية تسببت في خسائر للسياحة التونسية، مثل ما تضررت السياحة في دول أخرى. يعني في النهاية بالتأكيد لا يسعنا سوى أن نأمل أن يحدث طفرة حقيقية سواء في قطاع السياحة أو مختلف القطاعات الحيوية في تونس، حتى يعني ترقى الإنجازات إلى حالة الحراك التي حركتها الثورة التونسية منذ 6 سنوات والتي نحيي ذكرها في هذه الأيام. شكرا جزيلا لك السيد كمال بن يونس الإعلامي التونسي. نتحول إلى ليبيا والأزمة في ليبيا، وبوادر كثيرة للحل تبدو في الأفق تنبني على قاعدة أساسية ألا وهي اتفاق السخيرات. في هذا الإطار أكد السفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا أن الجامعة تدعم هذا الاتفاق، اتفاق السخيرات لحل الأزمة في ليبيا، وهو الذي الأساس الذي أجمعت عليه الأطراف الليبية. نتابع المزيد. احنا لا نأتي بمبادرة جديدة كعرب، المكان والزمان هو بصدد التحديد تاع القمة هذه، لكن نحن ننطلق من الصخيرات وننطلق من بعض الطلب تعديلات قاموا بها المسؤولين في المنطقة الشرقية طالبين حتى يلتحقوا بالصخيرات وحتى يأيدوا كذا، انهم بعض طلبات منها انه. وطرح أيضا سفير صلاح الدين الجمالي رؤيته حول التدخل الأجنبي في ليبيا. نتابع المزيد. الأمن أو حتى القضاء على قوى الشر أو القوى الإرهاب في الداخل. التدخل الأجنبي دائما هو مرفوض، لأنه بالتجربة في جميع الدول التدخل الأجنبي أخر الحل وعقد الوضع وزاد في الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية والخسائر الاجتماعية كلها، يعني هو دمر البلاد ولا يعطي الحل. لذلك اليوم ما تقوم به إيطاليا وبعض الدول اللي تعترف، إيطاليا وفرنسا وحتى إسبانيا ودول أخرى، تقول لك أنا دولة يعني محاذية إلى ليبيا، أنا عندي كذلك حدود مشتركة، دولة حدودية، حدود من البحر. ولذلك اللي يحصل في ليبيا اليوم هو يهدد أمن هذه الدول، اقتصادها واستقرارها كذا. فتقول لك أنا
ناخذ من هذا المنطلق حق تدخل للدفاع عن نفسي. هما يحبوا التدخل في ليبيا للدفاع على على أمنهم واستقرارهم في الدول. إذن موطئ القدم للتدخل في ليبيا هو الحفاظ على أمن واستقرار ربما الأطراف الداخلة في غمار المنظومة الليبية الخارجية بالتأكيد في هذه المرحلة، ودائما ربما الحل الأنجع هو أن يأتي من داخل الدولة نفسها. هذا ما أكد عليه سعادة السفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية، وبالتأكيد أكد على الثواب الأساسية والتمسك بالمكتسب المتمثل فيما خرج به اتفاق السخيرات، ولأنه هو المرجعية في النهاية نظرا لأن الأطراف الليبية المختلفة قد اتفقت على هذه القاعدة لتنبني عليها الجهود نحو إحداث نقطة تحول حقيقية في هذا الملف وإنهاء الأزمة الجارية في ليبيا في هذه المرحلة على الأصعدة كافة. وأيضا تطرق أيضا لرؤية التي تفضل بها والتي أوجزناها حول التدخل الأجنبي في ليبيا كذلك. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وموضوع حوارنا حيكون عن تطورات في الساحة الفلسطينية، ربما واحدة من ما يكون هناك تطلع إزاءه وسط تهوين وتهويل أيضا هو مؤتمر باريس الدولي الذي ينعقد غدا حول الشرق الأوسط حول حل الدولتين. كثير من مسارات وجوانب ربما التفاوض بين طرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ما بين من يعول عليه وما بين من يشكك في جدواه بالنظر على الأقل إلى عدم حضور الطرفين الأساسيين الفلسطيني والإسرائيلي. لدينا المزيد نتحدث عنه في هذه الوقفة الحوارية حول فلسطين، وحيكون بصحبتنا في هذا اللقاء سعادة السفير دكتور حازم أبو شنب الدبلوماسي والقيادي في حركة فتح، لكن بعد الفاصل. مؤتمر السلام الدولي المرتقب في باريس ما بين التحديات والمأمول منه، ووجه تحية لضيفي في هذا اللقاء في شؤون عربية سعادة السفير الدكتور حازم أبو شنب الدبلوماسي والقيادي في حركة فتح. أهلا بحضرتك دكتور حازم. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. الشكر لكم. بتأكيد يعني السؤال الجدير بتوجيهه في البداية، ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر باريس؟ من وجهة النظر الفلسطينية نحن نريد أن يكون هنالك تحديد، أولا إحياء لفكرة حل الدولتين، حيث أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكاد تترك مجالا لمثل هذه الفكرة، أو عمليا هي تقتل هذه الفكرة تماما وتريد أن تظل فقط دولة إسرائيل هي الموجودة ولا مجال لوجود لدولة فلسطينية. الجزء الثاني نريد أن يكون هنالك خطوات حقيقية نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، والثالثة أن يكون هنالك جدول زمني يلزم إسرائيل بتطبيق ما
يتم التوافق عليه أو الاتفاق عليه في باريس. المراوغات الإسرائيلية تتواصل، ويعني ربما موقف نتنياهو أرجأ هذا الاجتماع قد يكون لأكثر من مرة، وها هو يعقد بغياب الطرفين الرئيسيين. صحيح. الفلسطيني والإسرائيلي، هناك تجاهل لهذه النقطة يعني، وعدم اهتمام بها من الجانب الفرنسي بأنها لن تؤثر سلبا على ما تخرج به تلك الاجتماعات، وتخوف من أن يكون ده من البداية استباق لما يمنى به هذا المؤتمر ليجعله يلحق بسابقي من عدم التوصل إلى نقطة تحول حقيقية، وأن يجلس الطرفان على طاولة تفاوض خدمة بالتأكيد لتحقيق الأهداف الفلسطينية وارتقاء إلى ما نحلم به جميعا، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. معك حق في كل ما تفضلتي، والتخوفات هذه تطرح نفسها في صدور وعقول الفلسطينيين بشكل حقيقي، بما يعني أنه هل غياب الأطراف يعني أنه مجرد كلام وينتهي المؤتمر، مجرد متحاورين ومتحدثين أجانب لا علاقة لهم بطرفي النزاع وبالتالي ينتهي الأمر؟ وهنالك وجهة نظر أخرى نحن نريدها، أو أنا شخصيا أقترب منها أكثر، وهي أنه أن يكون هنالك إطار فريمورك تقوم هذه الدول 77 المجتمع في باريس وكلها ذات وزن وذات تأثير على الاتفاق على شكل الحل الذي يمكن أن يكون في فلسطين وفي قضية فلسطين، وأن الجزء الثاني ما نريد نحن أن يكون حين يتم الاتفاق على هذا الجوهر، هذا الفريمورك، هذا الإطار، أن يكون هنالك جدول زمني للتنفيذ، يعني نذهب باتجاه الآليات والتطبيق. إذن حتى نلخص ونسهل الفكرة على الجمهور، المؤتمر من وجهة نظرنا نريد أن يكون تغيير للمرجعيات السياسية التي ظلت تحكم العملية السياسية والتي اختزلت في شكل تفاوض فقط، عملية تفاوض طوال 20 سنة الماضية. نحن نريد الآن أنه نشد خط ونضع فاصل. الفترة اللي فاتت ماتت الله يسهل عليها بكل ما فيها من موبقات أو من مساوئ ومن ملاحظات إيجابية وسلبية، نريد أن نبدأ مرحلة جديدة لها علاقة بعملية سياسية، ليس تفاوضية، سياسية. هذه العملية السياسية تبدأ بتغيير المرجعيات لأي اتفاق سلام. الجزء الثاني هو وضع شكل لاتفاق السلام الذي يمكن أن يكون ما بين الطرفين والأطراف. والجزء الثالث آلية التنفيذ، يعني جدول زمني لتنفيذ مثل هذا الاتفاق. طب دكتور حازم، هل ده بيتنافى مع فكرة الدمج بين المبادرة العربية والمبادرة الفرنسية؟ يعين عليك، سؤال رائع جدا. وبالتالي نحن نقول أنه تغيير المرجعية أو المرجعيات السياسية للعملية السياسية التي مضت طوال 20 سنة الماضية. نعم. ماذا نقول؟ ماذا يطرح الجانب الفلسطيني؟ نقول بأنه أرضية أي حل يجب أن تستند إلى المبادرة العربية التي تستند إلى القرارات الدولية. ولذلك لجأنا، هنا يأتي الربط، لجأنا إلى استصدار عدد من القرارات في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، ومؤخرا في نهاية شهر 12 في مجلس الأمن الدولي، ونجحنا في ذلك لأول مرة ننجح في مجلس الأمن. أصبح هنا ماذا لدينا في 2012؟ خلينا نسترجع التاريخ بشكل سريع خلال 4 سنوات الماضية. 2012 نهايتها استطعنا أن نحصل على قرار بغالبية ساحقة في مجلس الأمن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعترف بدولة فلسطين، ولكنه لا يعتبر فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. اتفقنا؟ وقال البعض ماذا يعني ذلك؟ قلنا إنه هذا يغير الوضعية القانونية لدولة فلسطين، تحولت من كيان لمنظمة إلى كيان دولة أو إلى إطار قانوني لدولة موجود. لفت الانتباه، كنت ضيف حضرتك في فترة من سنة أو سنة وشوية، وقلت بأنه الفرق هنا أيضا بأنه في ضمن الوريقات، ضمن الوثائق التي قدمت في خطاب الاعتراف، كان من طرف الفلسطيني قدمنا بسلاسة ودون أن نلفت الانتباه إلى أنه حدود الدولة الفلسطينية هي كذا، اللي هي عمليا حدود عام 1967 التي تحتلها إسرائيل. وبالتالي مرر هذا كله في خطاب الاعتراف، وبالتالي أصبح لنا دولة من بين مقوماتها أنها على حدود 67. طيب، البعض يقول لك أنه الأمر واضح، البعض غير واضح. ذهبنا في 2016، نهاية 2016، إلى استصدار قرار دولي. ماذا يفعل؟ شوف الذكاء السياسي والدبلوماسي، أنه إحنا نريد قرار من العالم، مش يقول يتكلم مباشرة عن حل الدولتين، لا 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 لا، إحنا بنتكلم عن
تجريم الاستيطان اليهودي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، تمام؟ نعم. وقد حدث. طب مضمونه فين؟ يعني أنت لماذا جرمت هذا الفعل في هذا المكان؟ هذا الاستيطان، جرمت الاستيطان في هذا المكان لأنه هذا الفعل ليس في المكان الصحيح، بمعنى أنه أصبح هنالك اعترافا ضمنيا بحدود الدولة الفلسطينية في القرار الذي صدر 2334 حين جرم الاستيطان اليهودي في أراضي دولة فلسطين، وبالتالي أصبح هنالك اعتراف. هذا نريد مرجعية للمؤتمر الذي يحدث في باريس ولأي عملية سياسية تحدث في المستقبل. يعني سياسيا أن أي عملية سياسية في شكل تفاوضي أو في شكل اتفاقات ثنائية أو غيره يدخل يتحول هنا من علاقة أو اتفاق بين دولة ذات كيان، حتى لو كان الكلام مؤذي وليس على خطرنا، ولكن إسرائيل معترف بها في الأمم المتحدة ولها شكل قانون، وكان الاتفاق أوسلو وغيره من الاتفاقات بين دولة إسرائيل المعترف بها كيانيا ككيان قانوني وبين منظمة التحرير وليس دولة فلسطين. الآن العملية السياسية ستتم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين التي لها إطار قانوني وأصبح لها حدود جغرافية هي حدود العام 1967، وبالتالي الحل السياسي هنا الذي ننتظره من مؤتمر باريس يقوله يقول المجتمعون أنه لكن هي فكرة شكل الخريطة يصبح الاعتراف بإسرائيل، يعني هل حضرتك بتشوف ان هي ممكن يكون مختلف عليها وهذا الاختلاف طبعاً. او عدم الاعتراف يشكل عثرة امام المضي قدما في هذه المفاوضات، ويعني وماذا اذا لم يوافق عليها الرئيس الفلسطيني؟ عظيم. ولذلك حصل تهديد هادئ وناعم دبلوماسيا من الطرف الفلسطيني ومن الرئيس تحديدا، وقال بانه اذا يعني خلينا الموضوع مش مرتبط بمؤتمر باريس، تمام، خلينا الموضوع مرتبط بما يقوم به ترامب هذا الغريب القادم الى غريب بسياساته القادم إلى الإدارة الأمريكية، وقال إنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فجاء الرد الفلسطيني إنه إذا نقلت السفارة إلى القدس فنحن سنسحب اعترافنا بدولة إسرائيل. هو عمليا الرسالة الفلسطينية موجهة إلى مؤتمر باريس وموجهة إلى الإسرائيليين وموجهة إلى الأمريكان. لو سألتيني لماذا أقول لك لماذا؟ هي الفكرة قبل سؤال لماذا، يعني أهم ما يعتبر قاسم مشترك بين ما يخرج عن المجتمع الدولي من تصريحات هو حل الدولتين. عظيم. ففكرة عدم الاعتراف بإسرائيل من الأساس يعني قد لا تصب فيما يذهب إليه المجتمعون في مؤتمر باريس يعني إعادة تمسك المجتمع الدولي بحل الدولتين، فكرة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب. لا، يمكن هذه وجهة نظر ولكن سأطرح وجهة نظر أخرى. هي لها علاقة بالتالي، بدام أنتوا عايزينها تخرب فكرة حل الدولتين فإحنا هنخربها بالكامل، يعني أنا بتكلم بالبلدي ولكن حتى تكون الرسالة واضحة، إنه إذا أردتم ألا يكون هنالك مجال لحل الدولتين فنحن نقول لكم لا، أصلا ما فيش دولة واحدة، نحن نسحب الاعتراف بدولة إسرائيل. هذا هو الرد الذي يمكن أن يكون. الآن يعني البعض يقول، وقد سمعت من بعض السياسيين والدبلوماسيين، ويقول لك بأنه أنتم لماذا زعلانين، يعني يمكن الأمريكان يقصدوا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الغربية وليس إلى القدس الشرقية التي تعتبرونها عاصمة دولة فلسطين. هذا طرح. أقول ارجع إلى القانون الدولي، كل القدس هي أراض متنازع عليها وليست القدس الشرقية والقدس الغربية، وبالتالي أنا أدعو كل السياسيين والدبلوماسيين والكتاب والصحفيين والمثقفين وكل بني آدم أن يقول إنه القدس كلها محتلة وليس فقط القدس الشرقية، ولا تقزموا أحلامكم. بعدين في التفاوض ماذا يحدث؟ تأخذ أنت هذا الجزء وأخذ أنا هذا الجزء، والله أعلم، يمكن الجزء تبعي أكبر، يمكن الجزء بتاعك أنت هو الأكبر، الله أعلم. هلا والحقيقة سؤال السؤال كمان المهم جدا، هل هذا الجدل وهذه الأزمة ما كانت لتثار أو تتفجر لولا تصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أم أنه يعني كنا سوف نقف هذا الموقف، يعني وفكرة دولتين أم لا يوجد اعتراف بإسرائيل، وإحنا عندما نتحدث إحنا بنقول رأي القيادة الفلسطينية، هل ده يفتح المجال أيضا أمام خلاف أكبر وفجوات أكبر خلافية
بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وهي أمور لا يحمد عقبها؟ اسمح لي أرجئ الإجابة على هذا السؤال لحين التعرف على مزيد من المعلومات المرتبطة بمؤتمر السلام الدولي في باريس. هذا المؤتمر الذي ينطلق غدا في العاصمة الفرنسية بمشاركة 70 بلد ومنظمة من بينهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وغياب الطرفين المعنيين بهذا الملف الفلسطينيين والإسرائيليين. نتابع المزيد. البعض بيشوف الاختلاف الفلسطيني الفلسطيني حول حل الدولتين مسألة جوهرية جدا، البعض بيشوفها ان هي لا ينبغي ان تعطل اي مسار تفاوضي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، البعض بيربطه بالتصريحات الأخيرة للمرشح الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، والبعض الآخر بيقول ان هي هذه الأزمة او هذه النقطة الخلافية كانت قادمة لا محالة سواء أثارها ترامب ام لم يؤثرها، حتى وان كانت مجرد أثار الضجيج وربما بعد ما يتولى مقاليد الحكم فعليا يعني تعبر مثلما عبرت الكثير من الأقاويل والتصريحات التي لم تفعل على أرض الواقع حتى من سلفه باراك أوباما. بوجه التحية من جديد إلى ضيفي دكتور حازم أبو شنب الدبلوماسي والقيادي في حركة فتح. تفضل يا دكتور. أسئلة ضخمة بصراحة، وبالتالي يعني حتى أرد سأذكر تفاصيل حقيقية جرت. شوفي يا أختي العزيزة، المجلس الثوري الذي انتهت ولايته قبل شهر تقريبا في حركة فتح أخذ قرار واضح قبل كل طرح كل لا تصريحات لا ترامب ولا غيره في هذا الموضوع. وكانت كل الأسئلة التي تفضلت بها محل تساؤلات ودراسة وبحث، ومن ثم تحديد الفلسفة أو الاستراتيجية السياسية التي تسير عليها حركة فتح والتأثير بها داخل منظمة التحرير. شوفي سؤالك ودنا إلى فين، دخل بنا إلى هذه الزاوية. وكانت القرارات بعد بحث وتمحيص بالشكل التالي: أولا إعادة إحياء أن القدس ليس الشرقية والغربية، يعني التوقف عن الحديث على عن أنه قولوا القدس الشرقية والقدس الغربية، لا لا لا، نحن نتعامل مع أن القدس كلها محتلة وتحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي عملية سياسية أو حتى تفاوض يجب أن يشمل هذه الجزئية، وعدم التعامل كأنه أمر واقع بأنه إسرائيل تأخذ القدس الغربية والفلسطينيين يأخذوا القدس الشرقية أو أجزاء. لأنه أنا كمان الحقيقة عايز أسأل حضرتك سؤال، بسمح لي أرجئه الحين هذه المداخلة، خطورة اكتزاء المسألة، وهل الاكتزاء هي فعلا اختلاف في وجهات النظر أم هي مقصود بها إيجاد حجر عثرة أمام المضي قدما في يعني إحداث تقدم إيجابي حقيقي ملموس في الملف الفلسطيني؟ اسمح لي أوجه تحية لسيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. تحية لك. أهلا وسهلا. أهلا بكم، والتحية أيضا موصولة من سعادة السفير الدكتور حازم أبو شنب لكم. تحياتي إليك وإلو. أهلا وسهلا. كيف تنظرون إلى المسار الفلسطيني وما الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر السلام الدولي المرتقب في الغد في العاصمة الفرنسية باريس؟ هو محاولة أخيرة ونهائية لجس نبض عملية السلام،
وهي أيضا أداة اختبار لهذا المجتمع الدولي الذي صوت 138 دولة منها 2012 لفلسطين دولة بحدود الرابع من حزيران، دولة غير عضو في الأمم المتحدة وإن شاء الله حنكون عضو. اثنين، 177 دولة صوتوا لحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني. صحيح. أيضا عندنا اليونسكو وهي ليست لا سياسية ولا أمنية، بل هم بروفيسورز في الآثار في التاريخ في الأبحاث وتقريرهم، وهم من مختلف الجنسيات، تقريرهم يقول لا علاقة لليهود بالقدس. وأيضا في هناك قرار إدانة الاستيطان اللي صنعوا إسرائيل بريطانيا وفرنسا، بريطانيا بوعد بلفور، فرنسا بإعطاها سلاح التفوق المفاعل النووي وأيضا أعطاها طائرات الميراج، حتى إجت أمريكا وأعطتها بعدين F-16 وأعطتها كل وسائل القوة. هؤلاء صوتوا ضد الاستيطان، أي أن إسرائيل خرجت عن النصوص وانتقلت من سياسة الدولة إلى العصابة، ضارب عرض الحائط بمن جاء بها. حتى هي لما الآن تقول عن مجلس الأمن هذا لا شيء، فهي جاءت بموجب وثيقة قرار 181 وثيقة دولية شهادة ميلاد. إذا هي تنكر الأمم المتحدة معنى ذلك مزقت شهادتها بيدها. هنا الآن في اختبار لهذه 70 وزير خارجية في باريس، وأيضا لفرنسا للحضارة الأوروبية للعالم كله، أنه أنتم بتتحدثوا عن فلسطين دولة. إسرائيل مضت الآن في شطب معنى الدولة من خلال التمدد في الاستيطان، من خلال التغول حتى على المقدسات، ومن خلال رفضها كل القرارات والصفعات التي يوجهها نتنياهو لفرنسا أكثر من مرة. نعم. بالتالي نحن كفلسطينيين نريد أن يتراكم هذا الاعتراف الدولي وهذه القناعة الدولية لإخراج إسرائيل من يعني غطاها وعمقها وبعدها اللي انتصرت علينا، وهي تصور أنها مظلومة ونحن الإرهابيون. اتضح الآن الذي يحرق الناس إسرائيل، والذي يقتل إسرائيل، والذي يقتل بشبه إسرائيل، والذي يحجز حرية الناس إسرائيل. وبالتالي هذا المؤتمر نعول عليه أن يخرج بقرارات نذهب بها إلى مجلس الأمن، وسنتابع جرائم إسرائيل في كافة المحطات، ولن نسمح لنتنياهو اللي بتحاكم داخل إسرائيل بالفساد و اختلاف عليه اليوم مسيرات في تل أبيب بطالبه باستقالته، لن نسمح له أن يرتاح، ولن نسمح أيضا لهذا التطرف عند دونالد ترامب الذي وعد بنقل السفارة أن يكون مثل وعد بلفور. إحنا لا نرى فلسطين دون القدس، وأي انتقال للسفارة أو السفير ديفيد هذا أمر يعني يدخلنا في خيارات مفتوحة، والكل يعشق فلسطين يعشق القدس، ولا نستطيع أن نعترف حق الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لا جدل فيه ولا شك فيه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وبتأكيد الحديث يتواصل مع ضيفي في هذا اللقاء سعادة السفير الدكتور حازم أبو شنب الدبلوماسي والقيادي في حركة فتح. يعني لعل قبل ما نرجع لموضوعنا تاني، الحقيقة مش عايزة أفوت الفرصة دي، لكن واحدة أيضا من الأبعاد الإيجابية هي مغزى توقيت انطلاق هذا المؤتمر، حراك بالتأكيد بعد عدم استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الأولى في تاريخها وفي تاريخ التحالف الأمريكي الإسرائيلي. بالتأكيد بكل المقاييس كانت هذه لطمة بالنسبة لإسرائيل، بالإضافة إلى الحراك الحادث حاليا. كيف يمكن استثمار هذا الحراك في هذه المرحلة؟ جميل. الاستثمار كالتالي، أن الولايات المتحدة لأول مرة كما تفضلتي لم تستخدم حق الفيتو
أمام مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي، وصدر القرار، وبالتالي أصبح هنالك قرار صادر عن مجلس الأمن يتعامل مع حدود الدولة الفلسطينية ويتعامل مع قضية الاستيطان باعتبارها كلها من أساسها مجرمة، ولا يوجد مستوطنة صغيرة كانت أو كبيرة تدخل في سياق التبريرات التي قدمت طوال سنوات التفاوض في 20 سنة الماضية، إنه هذه أمنية، هذه سكانية، هذه إنسانية، هذه تجارية، هذه إعلامية، هذه تعليمية، يعني كل هذه المبررات سقطت ولا قيمة لها. إحنا كنا نقول هذا الكلام، ولكن كان بعض التفاهمات تكون من أطراف دولية أو منغمسة في العملية التفاوضية انتهى. غض البصر الأمريكي عن استخدام الفيتو جعلها تدخل في مصاف الدول الموافقة على إصدار مثل هذا القرار. والتصريحات التي قالها جون كيري وزير الخارجية الذي تنتهي ولايته خلال أيام أيضا كان واضحا، وقال إنه الموقف الأمريكي يتساوق مع السياسة الأمريكية للإدارات الأمريكية السابقة، يعني ما كان يجري من مناورات في ذهاب وإتيان وزراء خارجية الأمريكية والموفدين من الإدارات باختلافها لم يكن أكثر من مناورات، ولكن الموقف الرسمي هو موقف رسمي يلتزم بالقانون الدولي باعتبار أن ما يصدر عن الأمم المتحدة هو المرجعية. الكلام اللي أنا بقوله ثقيل أنا أعرف، ولا ثقيل على أذن المستمع، ولكن هذه الحقائق واقع. مفيدة في السياسة وفي الدبلوماسية. طيب عايزة ماذا يعني ذلك عشان بس نعطي إجابة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الآن الفلسطينيون استطاعوا أن يخلطوا الأوراق ويعجنوها ويحيلوها إلى ورقة حقيقية ستقدم باسم مؤتمر باريس. وأنا بحكي بصراحة إنه ما سيقدم مؤتمر باريس قريب جدا إلى ما يريده الفلسطينيين، وبالتالي هذا أمر طيب. ماذا نريد؟ دولتين، واحدة اسمها إسرائيل واحدة اسمها فلسطين، وهاتان الدولتان تقعان على أرض فلسطين التاريخية قرار 181 حين قسم فلسطين، وبالتالي هذه بالأساس أراضي فلسطينية ويتعامل مع الوقائع والواقع الذي أصبح موجودا، مش هذا العالم يريده، حاضر إحنا نتعامل مع العالم، ولكن في التفاصيل إنه الذي كان قد أنهاه الإعلام الإسرائيلي طوال 20 سنة وثبتوا في وعي الناس إنه القدس لإسرائيل وإنه عاصمة موحدة الإسرائيليين، لا هذا لا نقبل فيه، ده القدس كلها على بعضها موحدة تحت الاحتلال ولا يوجد منها جزء لا عند الإسرائيليين ولا جزء عند غيره، وبالتالي التفاوض يكون على القدس كلها الحديث وليس على جزء. الحديث دكتور حازم عن الاكتزاء سواء من قبل إسرائيل أو من أطراف غربية أخرى، هل مقصود بصرف الانتباه عن الحقوق الفلسطينية؟ الاكتزاء يعني عن القدس ولا عن لا فكرة القدس الشرقية والقدس الغربية ويعني بعض المهاترات ربما يعني التي تثار على هذه الخلفية، واعتبر نتنياهو هذا المؤتمر خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف لاعتماد مواقف أخرى معادية لإسرائيل وإعادة عجلة السلام إلى الوراء على حد قوله، يعني كيف يمكن الوقوف وبشكل موضوعي وبشكل فعلي أمام هذه الدعاءات؟ أولا زي ما كما فعل الفلسطينيون، يعني قسموا الدنيا إلى مراحل، وبالتالي استصدار قرار سنة 2012 وأشار الأخ عباس زكي إلى ذلك، وأنا كنت قد تحدثت في بداية حديثي قلت 2012 قرار مهم في نهايته و2016 قرار مهم في نهايته، وبالتالي هذان القراران هي عبارة عن تجميع لقرارات سابقة كانت قد صدرت منذ عشرات السنين. حتى من يدعي أن هذه القرارات السابقة كدوك أصبحت متآكلة ومتهالكة تم التجديد الآن، وبالتالي أصبحت فريش، الكدوك تحول إلى فريش، وبالتالي أصبح الواقع الموجود هذه القرارات الجديدة التي صدرت. سمعتي حد من السياسيين بيتكلم عن 242 أو 338 التي اعتدنا أن نسمعها طوال 20 سنة؟ لا ما عدناش بنسمعها. الحديث الآن عن 2334 وقرار الاعتراف الذي جاء في عام 2012، وبالتالي هذه هي الأرضيات، هذه الوقائع الجديدة التي تمكن الفلسطينيون من أن يخلقوها على الأرض. الآن الحديث كما قلت لحضرتك الحديث يتحدث عن دولة فلسطين تريد أن تدخل في عملية سياسية مع الأطراف الدولية والطرف الإسرائيلي. اجتماع باريس كمان مرة، البعض بيشوف ان اجتماع باريس قد لا يخرج بنتائج مباشرة بقدر ما يمهد للقاء اطراف الصراع في منتديات واجتماعات لاحقة، هل لو ذلك حدث تعتبرونه انجازا للقضية الفلسطينية بشكل عام؟ مني ما اريد ان اقوله الان يعني لنغير كل سياستنا كامل. أقول لك لسنا مهتمين بأن نكون أعضاء في هذا المؤتمر الذي يحدث في باريس غدا،
ومش كتير مهم انه لا احنا ولا الاسرائيليين نكون موجودين. لكن ما المهم من وجهة نظرنا؟ كلام غريب اللي انا بقوله. ما المهم؟ المهم ان يحدث توافق دولي وتشكيل ارادة دولية من 77 مش 70 77 دولة التي ستكون موجودة غدا في باريس. هذا التوافق الدولي يحيل الامر الى ارادة دولية بانه شكل الحل في فلسطين يكون بهذا الشكل. حطوا فريمورك اطار تمام؟ ونروح بعديها للنماذج التي حدثت. يعني أنا هسأل حضرتك سؤال وبسأل كل السياسيين الذين يتابعون ما هل ما يجري في سوريا حد أخذ رأي السوريين ولا أخذ رأي أطراف النزاع؟ لا. هل حد أخذ رأي اليمنيين في 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 فيما يجري؟ لا. هل حد أخذ رأي الليبيين فيما يجري؟ لا. هل حد أخذ رأي أي حد من الأطراف في أوروبا حول ما يجري من عمليات تهجير لا. أنا عايز أخذ بس نفس الباقة اللي حضرتك بتقولها. هي إرادة من التساؤلات دولية وإجراءات على الأرض. إرادة دولية تمام. الدولة المضيفة لهذه الاجتماعات هي فرنسا. وتقدر الإشارة بأن فرنسا ليست من ضمن محطات قطار الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية يعني اللي تبعنا. يعني ده مسار تساؤل الحقيقة. لا عجلتيني في ذات الوقت. هل تكون باريس رقما في معادلة السلام؟ أحسنتي في ضوء هذه المعطيات. أحسنتي نعم. يعني عجلتيني بالسؤال وأنا كنت أريد أن أصل إلى هذه النتيجة. ما هي؟ إلى أنه طب الدولة المضيفة، وأنا بتكلم بقالي من أول الحلقة إلى الآن بقول لك دولة فلسطين ودولة إسرائيل، دولة فلسطين ودولة إسرائيل. الدولة المضيفة والسبعة وسبعين اللي معاها ماذا سيكون موقفهم؟ موقفهم أنه يحثون الطرفين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على، نريد هذه الكلمة أن تذكر، على أن يبدأوا عملية سياسية. وبالتالي نحن نتحدث عن اعتراف فرنسي واعتراف من دول أخرى بالدولة الفلسطينية. إذن الرسالة تصبح واضحة للإسرائيليين، أنتم ماذا تفعلون؟ كل التعنت الإسرائيلي أنتج بالنتيجة ماذا؟ زيادة تحصيل الفلسطينيين على اعترافات دولية بهم بما فيهم فرنسا. كما قال الأستاذ عباس، الأخ عباس، أنه كما كانت فرنسا مسؤولة عن تزويد، خلينا نذكر الناس، فرنسا هي التي زرعت المفاعل النووي في إسرائيل، وهي التي أعطت لإسرائيل التفوق العسكري على كل الدول العربية. وبالتالي فرنسا الآن تقول لإسرائيل كما قويناك في الخمسينيات، نحن نقول لك الآن أنه مطلوب أن يكون هنالك دولة فلسطينية، وأننا نعترف نحن بالدولة الفلسطينية اللي حدودها عام 1967. الخطابات اللي بين فلسطين، اللي بين إسرائيل وفرنسا، يعني في على هذه الخفية، يعني اللي بيشوف فيها بعض التوتر، يعني من نتنياهو يقول إن ما يجري الآن في إطار هذا المؤتمر هو مؤامرة فرنسية، وفرنسا تقول إنها لا تعول على حضور أو عدم حضور الجانب الإسرائيلي. هل هذه الحقيقة أم هي مسألة تقسيم أدوار؟ وإلى أي مدى يمكن أن تلقي بظلالها على يعني توقع في حال إخفاق هذا المؤتمر كيف ستكون السيناريوهات المقبلة؟ نعم. وما هي الدول اللي هتكون كفيلة أن هي تلعب دور الوساطة الحقيقية؟ لا لا، أنا أتجاوز فكرة نظرية المؤامرة في هذا الموضوع الآن. يعني كل مرة عادة بيكون في مؤامرة موجودة في 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 في, نعم. في الخلفية. هذه المرة ما فيش مؤامرة، لأن هذه المرة نجح الفلسطينيون، الحمد لله احنا نجحنا ومن حقنا ان احنا نحتفل. نجحنا في ان نغير وعي العالم تجاه فلسطين، ونجحنا في تحويل وعي السياسيين الدوليين بقبول فكرة إقامة دولة فلسطينية، والآن نجحنا في أن تتحول هذا القبول إلى رغبة دولية بإقامة دولة فلسطينية. والدليل أنه في مؤتمر يعقد الآن في باريس. المؤتمر ماذا يعني؟ يعني أن أصبح هنالك رغبة دولية بإقامة الدولة الفلسطينية. من حقنا نفرح يا جماعة، يعني مش كل الدنيا كمان فشل. لا والله نجحنا. أخيرا وفي إجابة بجملة، التحرك القادم هل هيختلف سواء أخفق المؤتمر أو نجح؟ تحركم واحد؟ لا مش واحد في كل الأحوال. موضوع في سيناريوهات لها علاقة بنجاح المؤتمر وعدم نجاح المؤتمر، والتحركات مختلفة. الجزء الثاني نريد من المؤتمر كما قلت لحضرتك، زي ما هو مطلوب منه أن يغير المرجعيات السياسية والقانونية، مطلوب منه أن يوجد آلية للتنفيذ، بمعنى جدول زمني. إحنا بنقول كلام بسيط، جدول زمني. طيب إذا لم يحدث، نقول بوضوح إنه لم يسقط ولن يسقط خيار المقاومة طالما أن هنالك احتلال. لن يسقط خيار المقاومة مطلقاً. بهذه الجملة أختتم لقائي مع سعادة السفير الدكتور حازم أبو شنب، الدبلوماسية والقيادية في حركة فتح. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا. أشكركم مشاهدينا الكرام. لقائي تجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد وشؤون عربية أخرى. إلى اللقاء.